خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. السلام عليكم، يسعد لي صباحكم أو مساءكم. المقطع هذا، الفيديو هذا راح يكون فيه عدة مقاطع. أول مقطع يكون فيه شرح عن السيارة وطريقة الحجز فيها، وبإذن الله راح يكون فيه 4 مقاطع على السكن اللي سكنت أنا من الفلل، أعطيكم عيوبه وسلبياته. فالسكن بشكل عام البوسنة سهل، وأنا أفضل أن الواحد يحجز على طول من بوكينج، لأني جربتها. أول شيء في ميزة، لأن أكثر السكن هني ما في دفع، يعني تدفع 20% أو 30% أو 50%، ما تدفع إلا عند وصولك وتباشره على طول بواتساب، أو إنك تباشره باتصال مباشر أنت وياه. كل الفنادق نفس الطريقة اللي أنا استخدمتها، فأول ما توصل حتى لو إنك تكنسلها قبلها بيوم ما في إشكالية. فأنا أنصح أي واحد يبيجي للبوسنة إنه يحجز من بوكينج. الشيء الثاني، تقدر تدخل على الفيلا او المكان اللي انت به وتدقق على كل الاماكن او الخدمات اللي انت بها بشكل عام، او انك تختار تشوف موقعك هو زين ولا لا. اما اذا تبي تسالوني انتم عن الاسعار، فالاسعار مفتوحه. بعض الناس يعني ياخذ سكن يكون مناسب له، اما الاسعار اذا تسالوني عنها غالي او رخيص، انا اقول كل ما تزيد عدد الغرف في الفلل يزيد السعر، وكل ما يكون أبعد عن المدينة يكون أقل سعر، وكل ما يكون نظيف وكل ما يكون عند خدمات يكون أكثر سعر. فأحرص على النقاط هذه وبإذن الله تحجز حجز ممتاز. الشيء الثاني اللي بيحجز عن طريق الانستغرام فيه أسماء كثيرة، وعندي أنا أسماء كثيرة، لكن المشكلة اللي عندهم أنهم يبون فلوس مقدم، وهذه يعني مشكلة. يمكن باكر أن تصير عندك ظروف أو شيء ما تقدر تحجز وما تقدر أنك تكنسل حجزك أنت. فالأسماء كثيرة، وحتى عندي أسماء كويتيين يمتلكون، لكن المشكلة أخواننا الخليجيين ودنا أن نفيدهم، لكن بنفس الوقت أسعارهم غالية. لكن أنت السوق الخيار عندك أنت. أما مسألة الفلل والحجز، كثير 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 الفلل متوفرة من منطقة أليجة، أو تبي تسألون تقول أفضل منطقة، أقولك منطقة أليجة منطقة تستاهل اللي يقعد فيها، خاصة دول الخليج، لأن خدماته وأكثر خليجيين موجودين. تسألون عن الفنادق، أقول أنا اللي شفته أفضل فندقين هو فندق هيلز 5 نجوم وفندق هوليوود، لأنه قريب عند الخدمات والفعاليات. يعني بالعربي تنزل عيالك أنت تتمشى بدون لا سيارة ولا يعني، كلها تكون قريبة عندك أقل من كيلو يعني مسافة إذا أنت تحب المشي. هذه معلومة بسيطة وأفيدكم إذا في شيء أتذكرته. أبى أكملكم المقطع. بالنسبة للناس أكثرها قاعد تسأل عن الأسعار. الأسعار أنت اللي تحددها. الفندق اللي أخذه أنا يمكن فندق راقي 5 نجوم، لكن غيرنا يختار 4 نجوم، غيرنا يختار 3 نجوم، غيرنا مثلا يبي غرفتين، بعضهم غرفة بعضهم سويت بعضهم مع فطور بعضهم بدون فطور، الفنادق الفيلا كذلك. يعني الأسعار لا تسألون عن أسعار نهائي، الأسعار تقيمة عندك أنت وأنت اللي تحدده. دائما الإنسان إذا كان يسأل عن أسعار، هو الميزانية الاقتصادية يقدر يخلي السفر، في سفر VIP وفي سفر اقتصادي وفي سفر عادي. الأمور هذه كلها أنت تقدر تحددها على حسب ميزانيتك، فلا تسألوني عن أسعار نهائيا. الأمر الثاني، أن أكثر الناس يقولك ما أدري تكفيني الفيلا ولا لا، وأخذ فندق ولا. الخيار عندك أنت. إذا كنت أنت ويا زوجتك ويا طفل، أنا ما أفضل فيلا نهائي. لا تقولي فيها خصوصية وبطبخ لا، أنا أقولك أفضل شيء لك شنو؟ الفندق. الفندق في خدمات وقريب عندك وانت ترتاح، وبالعكس يكون أفضل لك. أما بالنسبة اللي عندهم أشخاص يعني من 5 وفوق،
انا افضل الفيلا تكون فيها خصوصيه، واللي بيطبخ واللي يدور اطلالات واللي يدور بلكونه واجواء ويتمشى وياخذ خصوصيه فيها اكثر. السلام عليكم، المقطع هذا بعطيكم نبذه عن السياره، لان يقول لك ليس كمن سمع كمن راى، وانا جربت وبحثت في كل مكاتب والانستغرام وبالانترنت في البوسنه. اتضح لي بالنهايه ان تاخذ من واحد من برا سواء بالانستغرام او انك تتعرف عليه او منتديات او انك تطلبني وانا اعطيك ارقام. اما الرقم صاحب السياره هذه شركه معروفه كويتيه، لكن ماني معطيكم اياها لانه صار خلاف بيني وياهم بسيط، فاشوفهم ما تعاونوا وياي، فمن باب اولى اني ما اعطيها لاي واحد ثاني. السياره هذه موديل 2014 ديزل، تامين شامل، موتر جديد، 9 اشخاص، ياخذ 6 شنط بالراهي مثل ما انتم شايفين وياي. خذيتها 150 مارك، يعني ما يقارب 77 الى 75 دولار. المطار لا تاخذون منها بقدر الامكان، لان المطار سعره مبالغ فيه، انا مريت وفريت عليها مبالغ بالنسبه لسعر هذه. اذا تبي تسالني وتقول لي مثلا ابي سياره، عطني سياره صغيره، عطني سياره كبيره، عطني سياره وسطه، اقول لك لا، لا تطلب لي الطلبات هذه. ليش؟ لان السياره تختلف على حسب الموديل، وتختلف على حسب الديزل والبنزين، وتختلف على حسب الحجم وعدد الافراد الاشخاص الموجودين فيها. اهم مكاسر له دور، التامين الشامل له دور، فالاسعار بحد ذاتها التاجير السياره مثل ما بلغتهم كمارجن بين 70 و80 بالنسبه للسيارات الكبيره. اما السيارات الصغيره تراوح ما بين 40 و50. انا معطيكم معلومات عامه في البايو تحت عن السياره عشان تستفيدون منها. الشيء الثاني يقول السياقه، السياقه جدا سهله، السياقه ممتعه، لكن عليك انك تحرص على نقطتين. النقطه الاولى الارضيات، لان الارضيه عندهم يعتبر نفس الرصيف. النقطه الثانيه تلتزم بقوانين الدوله، احزام امان، تبطل الليت، تعطي اشارات، تخليك نظامي. الشغله الثالثه والمهمه انك اول يوم حاول انك يعني تفتح عيونك على الاخر، لان نظام الدوله تشوف تسمع مني وتسمع من غيري وتقرا من غيري، لكن لما تطبقها في ارض الواقع وتمشي بالشارع الوضع يختلف، لكن ما يختلف كثير. لكن قدر الامكان انك اول يوم تكون حريص، لانك تعرف اجواء السياقه هني، والامور كلها سهلات اول وتالي. انا بكلمكم عن فيلتي اللي موجوده في سراييفو، اخترتها وتبعد عن المطار 5 كيلو، يعني من ضمن ميزتها ان قدام المطار 5 كيلو، ويميني أليجا ويساري المدينة القديمة. لما نتكلم عن أليجا يعني من المطار، هي على حدود المطار لغاية 8 كيلو على اليمين. ولما نتكلم عن المدينة القديمة، بشارجيا والسيتي سنتر والأسواق والمولات والحديقة وبرج أفاز، كلها تكون يسار، فأنا صاير بالنص. هذه من ضمن الميزة، والميزة أن صاحب البيت أخلاقه راقية 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 جدا. والميزة الثالثة إن فيه من جميع الثمر، هذا تفاح وهذا تفاح وهذا خوخ، المظلة هذه كلها أنواع الأشجار. فهذه الفلة سعرها بالخيال في ذروة الموسم، هي سعرها ما نقيل لكم، بدي أصدمكم، لكن عشان ما بالمقطع يطول وياي، سعرها 100 يورو. فهي بلاش، الرجل خدوم هو ويا زوجته، يوفروا لكم شغالة إذا تبون. أنا كل يومين ثلاثة أجيب لي شغالة تنظف البيت، وأجل لكم الله تغسل ملابس الأولاد وتضبط أمورنا بالكامل، وسعرها 50 مارك. فهذا القاعدة هنا إذا كنت تريقون حقة الشواء، البلكونات هذه اللي فوق مطلة على المناظر الجبل كله كامل. وش بقول بعد، فيها 5 غرف وشقة نظيفة وأنصح فيها، والأسماء راح أعطيكم إياها، اسمها وعنوانه واسمه. فيها عدة بلكونات، وأنا اخترت لكم البلكونة هذه لأنها عند غرفتي. والسلبية الوحيدة اللي فيها الصعودها، لأنها في جبل، مو صعود يعني صعب ونكتبلش فيه، لا عادي، لكن أنا تعتبر عندي سلبية لأنها شارع ضيق. هذا الشارع الرئيسي اللي تشوفونه عند الفان هني،
هذا قريب هني، هذه الساحة ساحة فلسج تبعد تقريبا كيلو عني. هذا الكوخ اللي استأجرته، كوخ استأجرته ب100 يورو. الكوخ من الداخل في 4 غرف، غرفة تحت وصالة، وهذه حقت الشوي والباربكيو والطبخ إذا كان فيه مطر وإذا كان فيه براد. طلع الفيول اللي عليها فيول مو طبيعي. أيضا في غرفة تحت وصالة ومطبخ وحمام وإطلالة وبلكونة. هذه إطلالتنا الرئيسية، انظروا لها بس، طالعوا القاعدة نظرة بانورامية جميلة، شوف كل شيء وانت قاعد هنا. فيها مميزات كثيرة إطلالة وهذا، وإذا فيها سلبية يمكن أنها الحمام، حمام واحد تحت بس. راح أحط لكم رقم تلفون وتواصلون معها طبعا بالواتساب وإنجليزي. السلام عليكم ويسعد لي صباحكم. هذه الفيلا في بهاج اللي أجرتها هي معها 3 فلل اللي موجودة هنا. الأرض هذه كلها ملك شخص واحد. فالفيلا فيها 3 غرف، الشغل من الداخل قمة من النظافة، جديدة ديلوكس، راقية راقية جدا. جلستها وطلالتها هنا أنا أوريكم إياها حلوة. إذا جلست على الفطور والصبح ووقت الغروب جلستها ممتعة. لكن ما يعيب المنطقة هذه كلها بشكل عام إذا غابت الشمس بسبة الماء والنهر الموجود، البعوض الموجود فيها، فالقارص هنا مشكلة. أنا سببت لنا مشاكل صراحة، لجاء المغرب يزيد ويانا القارص. فالخيار لكم أنتم، البلل كثيرة موجودة في بهاج، فما تعطل، تقدر الخيارات عندك كثيرة، سواء أنت بتأخذها من إنستغرام أو تبتأخذها في بوكينج. سعر الأجار الفلة 180 يورو، أنا شايف أني ماخذها غالية، لكن الفلة تستحق من الداخل. لكن بشكل عام في خيارات كثيرة غيرها، في أرخص منها. الرجال يعني مثلا اللي يقول عندي أبي خيارات أقل وأرخص من القيمة، هذه موجودة. النهر يبعد عني ما يقارب حول 70-80 متر، بس هذه المعلومات اللي عندي، ويعطيكم العافية. اللي يتكلم عن البراد والجو شونه في بهاج، أرد عليه رد بسيط. بوسنا بشكل عام إذا جاك الغيم وجاك الأمطار توفقت فيه، أعرف أن الجو براد. إحنا إذا جانا مطر هني نبترش، نلبس الجاكيتات، يمكن التعامس يخرب علينا برنامجنا. لكن الأجواء الحين تشوفونها الحين في 22/7، مع ذلك الجو تقريبا درجة الحرارة بين 18 و19، فبرد. فالتوفيق من عند رب العالمين، لا تقول والله جاء حر السنة هذه جاء برد، هذا توفيق من رب العالمين. إذا الله وفق في غيم براد، وإذا الله يعني ما جاب الغيم فالله يعينك على حر واحتمال في رطوبة. هذه الفيلا اللي سكنتها في سراييفو، هذا الدور الأول. الفيلا ممتازة، وأنا اختياري لها كان الهدف منها أنها تكون قريبة عند المطار، أني بقعد فيها ليلتين، وبلكونتها وطلالتها ممتازة. فهذه بلكونتها وهذا المطار اللي تشوفونه قريب عندي. اللي يقول إزعاج الطيران، ترى الطيران هنا مطار بسيط، الطيران الظاهر له دوام، ما يجون الساعة 10 للساعة 5-6 بالكثير. الصبح كله ما في طيران، وبالليل ما في طيران، فالأجواء ممتازة. هذه الحديقة لكم أنتم، فيها تفاح وفيها الجوجة، واستراحة اللي بيفطر فيها. سعرها 120 يورو، وأحط لكم رقم تلفونه وبياناته. هذا صاحب الفيلا، واتس يور نيم؟ مرشاد. مرشاد ما هم قصر وياكم، خدوم رجال يعني ما هم قصر. الفيلا عنده هذه تعتبر 4 غرف والصالة والبلكونة اللي انتم شفتوه. رجال يتواصل وياكم بالواتساب بالعربي وبالانجليزي.